الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. مجلس الدولة يقرر تأجيل جميع الجلسات حتى 28 من مارس الجاري. هيئة كبار العلماء بالأزهر تؤكد جواز منع صلوات الجمعة والجماعة للحد من انتشار فيروس كورونا. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو. وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وصل أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس السيسي. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه اليوم مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقرير الهيئة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 9 من الشهر الجاري. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تمت الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11.4 مليون دولار وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر 2000 فرصة عمل. كما أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تنعقد مرتين شهريا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد أن يكون تنفيذ القرارات خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية. أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارا يتضمن تأجيل جميع الجلسات محاكم ومفوضين إداريين لجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارا من صباح غدا حتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري، وذلك للظروف التي تمر بها البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. ويستثنى من هذا القرار القضايا المستعجلة مثل قضايا الانتخابات وقضايا الطلاب وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة المختصة. وأهاب القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد، بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية. أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بيانا بجواز منع صلوات الجمعة والجماعة للحد من انتشار وباء كورونا. وأكد البيان أن كبار السن يجب عليهم الامتناع عن مخالطة الناس في الأماكن العامة عموما، ومن ذلك المساجد ودور العبادة. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.